تنظم غرفة التجارة والصناعة لتونس اليوم ملتقى هام مع الكونسيبت ديال الفرانشيز اللي هو الدورة الثامنة تقريبا اللي نظموها كغرفة التجارة والصناعة لتونس اللي السنة تاخذ يعني صبغة جديدة لأنه بل كان عندنا صالون وعرض لبعض أصحاب العلامات التجارية وسنة هو يوم عالمي ويوم تعريف بهالكونسيبت هذا اللي هو نعتبره كونسيبت هام لدفع بعض المؤسسات وخاصة بالنسبة لحاملي شهادة العليا. الكونسيبت دو الفرانشيز، احنا كغرفة تجارة مهتمين بتطوير الفرانشيز داخل تونس. العلامات التونسية اليوم تقريبا جل العلامات موجودة على السوق التونسية يمكنها باش تتطور وتدفع التعامل متاعها عن طريق الفرانشيز بخلق الفرانشيزي على كافة أنحاء الجمهورية ودعم الحضور العلامات هذه اللي هي تبقى علامات هامة. وهذه المرحلة هذه هامة جدا لتطوير علامة الفرانشيز داخل الحدود، لأنه غير ممكن تطوير الفرانشيز خارج الحدود بدون ما يكون خبرة وبدون ما تكون معرفة وبدون ما يكون سافوار فير بالنسبة للعلامات التونسية داخل التراب التونسي. كغرفة التجارة احنا حاولنا السنوات الأخيرة دفع عدة مصنعين لاعتماد هذه الطريقة في التعامل حتى تطور رقم المعاملات متاعها وتطور حضور متاعها وتطور العلامات متاعها. والسنة مش نواصلوا في نفس التوجه، لأنه حقيقة بالنسبة لعدة شباب يمكنه باش يعتمد هي مشروع خاص الشاب اللي هو يكون يعتمد على علامة اللي أكدت وجودها في السوق التونسية وأكدت وجودها ممكن حتى خارج الحدود. وبالنسبة للتصدير نفس الشيء، العلامات المصدرة يعني يكون أفضل المواد تتباع بعلامة معينة لضمان وجودها في الأسواق الخارجية. والطريقة هذه يتعامل بها في عدة بلدان في العالم، يعني في الولايات المتحدة، في أوروبا، في عدة بلدان، هي يعني تعطي صورة وتعطي كونسيبت ويعطي تكوين على العلامة، وهذا حاجة هامة جدا. وفي نفس الوقت وقت تبدأ العلامة موجودة وطريقة التوزيع متاعها معروفة ومعتمدة، يعني حتى يقلص في التجارة الموازية ويقلص في تواجد علامات يعني خارج الإطار اللي هو موجود فيه. طبعا نعتمدوا موضوع الفرانشيز هذا نعتبروه لموضوع هام لتكوين هذه العلامات وتكوين يعني المعرفة التونسية بالعلامات هذه وتواجدنا في الأسواق، سواء الأسواق التونسية ولا الأسواق الخارجية بعلامات تونسية، نعتبروها حاجة هامة جدا. سناف بدأتوا تعملوا تنظموا فورام عوض السالون اللي كل عام كنتوا تنظموا فيه، شنو الهدف اليوم من الفورام؟ والله هي طبعا الطريقة تختلف، لكن هو الهدف يعني هو نفسه. احنا حتى السالون قبل يعني تذكروا حضرته في عدة سالونات، يعني الحاجة الهامة فيها والحضور الهام هو الورشات اللي كنا ننظموها وعدة مواضيع. يعني لاحظنا السنوات الأخيرة حقيقة اهتمام كبير جدا بالشباب وبغير الشباب بموضوع الفرانشيز، لأنه يمكنهم من تكوين المؤسسات وحضور، يعني سواء من ناحية الفهم والكونسيبت، من ناحية القانونية، من ناحية العملية، من ناحية يعني الارتباط بعلامات معينة ومحاولة خلق بعض مؤسسات. وكانت عندنا حقيقة تم نجاحات لبعض الشباب اللي باعتماد العلامة كونوا مشاريع وطوروا مشاريعهم وقاعدين تو يشتغلوا في مجال الفرانشيز بطبيعة مع الفرانشيزور متاعه اللي هو عنده معرفة بالسوق وعنده معرفة بالعلامة وعنده معرفة بتواجده في السوق. وهذه هي الهدف منه. احنا التعريف خاصة اليوم من ناحية عدة خبراء مش يكونوا متواجدين سواء من تونس أو من خارج تونس، عدة مؤسسات مالية لتمويل عملية الفرانشيز كذلك يعني موجودين اليوم ومش يعطيوا محاضرات في المجال هذا. احنا الهدف حقيقة الهدف الأول والأخير تشجيع الشباب على تكوين المؤسسات متاعهم والمشاريع الخاصة متاعهم.